قول لنا بقى ايه اللي حصل؟ هل طلبتوا فعلا او في خطابات ان انتوا تلعبوا ماتشين نهضه بركان في المغرب؟ والله يا كابتن مهيب احنا يعني احنا بعتنا كمجلس اداره بعت لخاطر اتحاد الكوره ان احنا نلعب في استاد اسماعيليه، وعملنا خطاب رسمي، بعتنا فاكس رسمي بحضور 20,000 متفرج. جالنا النهارده رد من اتحاد الكوره ان ملعب اسماعيليه غير متاح وتشوفوا ملعب تاني. هو حضرتك اللي بتحدد عدد الجماهير؟ لا احنا بنطلب بنطلب. انت بتطلب طلب. احنا زينا ده حق مشروع، يعني انت عارف الماتش اللي فات ماتش بيراميدز احنا 1000 طلبنا الجمهور ب 10,000 جالنا 1000 يا كابتن مهيب. وده طبعا يعني انت شايف اهلي زمالك بيخش له بال 20,000 وبال 30,000 في الكونفدراليه، وده المفروض يعني شيء غير طبيعي. انا مش فاهم الموضوع ايه. ناخدها واحده واحده. طلبتوا او بعتوا خطاب لاتحاد الكوره خطابات ان الماتش يكون في الاسماعيليه بحضور 20,000 متفرج، ايه اللي حصل؟ طبعا رد علينا اتحاد الكوره. ايوه قال لنا اللي هو الماتش مش يعني مش هيبقى متاح في الاسماعيليه. تمام. فاحنا طبعا خدنا قرار مجلس اداره وقعدنا مع بعض وكلمنا. طبعا يعني احنا هيلعبنا في اسكندريه، طلب 1000 متفرج، طبعا ده شيء مرفوض تماما. ماتش مهم زي ده وانت عارف ماتش يعني هيوصلك فين، ماتش صعب مع نهضة بركان. طب يا استاذ احمد معلش واحده واحده، جالك رد ان المباراه هتكون في الاسكندريه بحضور 1000 متفرج؟ لا هو جالي رد حضرتك. ايوه شوف ملعب تاني ماشي تلعب عليه. حلو قوي. يبقى احنا النهارده بنلعب في استاد اسكندريه. الناس هناك مشكورين بيسابونا استقبال، يعني مدير الامن بصراحه راجل محترم، والامن معانا بصراحه طبعا يعني فوق الوصف. استاد برج العرب طبعا يعني ذكريات برج العرب كمان اسكندريه. استاد اسكندريه ماشي استاد اسكندريه تمام بيخصص لنا 1000 مشجع. فانت عارف طبعا الجماهير هنا في بورسعيد ولا ماتش زي ده ولا 100,000. ايوه بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هل ردوا عليك قالوا لك 1000 متفرج او مشجع؟ ما احنا طلبنا، هو رد علينا كده. ايوه قال لك 1000 مشجع. ايوه 1000 مشجع يعني. فانا النهارده احفظا على جمهوري. طبعا اخر مره يمكن حصل حادثه، اتوبيسين دخلوا في بعض ماتش بيراميدز. طبعا حفاظا على جمهوري 1000 ده مش هينفع معانا خالص. فعملنا اجتماع مجلس اداره وقلنا ان احنا هنلعب في المغرب، عشان طبعا الجمهور مش هينفع يسافر 1000 واحد النهارده، 100,000 ماتش ده ولا 100,000 متفرج.